أهلا وسهلا بيكو. هنتكلم النهاردة عن إن دايما بنقابل مع بناتنا وولادنا وفي العيادة كل يوم بتقولوا لنا يعني بلاش أكل الشوارع والدليفري، وبلاش الأكل اللي فيه الهرمونات، وبلاش المشروبات الغازية والشيبسي، وبلاش الإكثار من المقليات، وبلاش الملح الزايد والمخللات، وبلاش الإندومي والماجي. لكن أنتوا بتردوا علينا بتقول لنا أنتوا عمركم ما قلتوا لنا نعمل إيه، ولو قلتوا لنا نعمل إيه البديل ما بيبقاش لذيذ اللي انتوا عايزين تحرمونا، فهل في حل؟ النهارده هنتناول مشكلة شهيرة وهي مشكلة مكعبات مرقة الدجاج، ونشوف ليه بنحذركم منها وهنعرف مع بعض. أنا في الأول قبل ما أقول لكم حاجة هنتساءل سوا. السؤال الأول، هل الماجي يدخل في مكوناته دجاج؟ انتوا هتفاجئوا من الإجابة، ده سؤال غريب بس هتفاجئوا من الإجابة. وإذا كانت الإجابة نعم كمان بتصير حيرتنا التانية أكتر، فأي جزء من الفراخ اللي موجود دي وإيه المواد اللي بتضاف علشان تخلي الطعم بتاعه جميل كده والناس بيحبوه، وإيه خطورة المادة المواد اللي اتضافت دي أساسية، وليه ريحة المكعبات دي بتبقى كريهة في معظم الناس، وهل في بديل، وليه إحنا لما نتعود نستخدمه بنتركها بصعوبة. الكلام ان في ماده هي اللي متهمه اللي هي المونوصوديوم جلوتامين، الماده دي خطر وبتاثر على القلب وعلى المخ وعلى الكبد وعلى الكلى، وبتعمل ادمان ومتهمه بالسمنه وبتلخبط الهرمونات لدرجه ان هم بيسموها في اوروبا وامريكا والصحه العالميه، سميته سلو بويزنينج او السم البطيء او الموت البطيء. وهي عندنا في شغلنا احنا كأمراض نساء بتعمل لنا بنقابلها في مشاكل تكيس المبيض، سرطان المبيض وسرطان الثدي والبطن والمهاجرة واضطراب الهرمونات، بحيث ان الرجالة والولاد الشباب الذكور هرمونات الأنوثة بتزيد فيهم والبنات هرمونات الذكورة بتزيد فيهم، والمادة دي بتؤدي للإصابة للسمنة، وهي دي حتى مش يعني المادة الرئيسية لأنها داخلة في منتجات كبيرة زي ما هنعرف، وبتعمل التعود ده، فالناس بيحبوا الاكل ده وبيؤدي ان هم بياكلوا بنهم وبالتالي بيسمنوا زي ما احنا عارفين. عشان نلخص، بتاثر على المخ وبتعمل الادمان، وبتاثر على القلب والكبد والكلى، وبتلخبط الهرمونات اللي بيأثر. وزي ما احنا عارفين ان اي راجل او ست راس ماله صحته، فلما ياثر الحاجات اللي زي دي بالماده علشان طعمها كويس وعودتنا بيها نعرف خطورتها. والمادة دي بيسمعونا يعني احترام بناتنا اللي بيسمعونا والشباب اللي بيسمعونا، إن دي موجودة في المايونيز وفي الكاتشب وموجودة في مواد كتير جدا اللي موجودة عندنا. يعني حتى لو خدنا مثلا مثال الكنتاكي هنلاقي الكاتشب، المايونيز، الحاجات الملونة دي، الفراخ، البطاطس، كل دي متضاف عليها الصوديوم المونو صوديوم جلوتاميت، وهو ده اللي بيدي الطعم وبيعمل التعود، وده عشان يغطي رذائل الاصل، يعني رذائل الفراخ المستخدمه، رذائل الشيبس المستخدم او البطاطس، كل ده عشان يغطي. وزي ما عارفين اهو الماده ليها اصل كبير ومواد كتير، والماكدونالد شرحه بيبقى المواد دي مستخدمه. ونيجي للسؤال اللي انا سالته الاول، هل الكلام ده فيه فراخ؟ لا ما فيهوش فراخ. الاجابه لا، ده بيتعمل من امعاء الفراخ، وياما شافوا في مصر وفي البلاد اللي بره أطنان من الأمعاء الفراخ أو من أرجل الفراخ راح للمصانع دي، والفراخ الميتة والنافقة والكلام اللي زي ده. اللي عايز يعني اللي مستغرب من الكلام يخش على النت ولا على وسائل الإعلام ويدور هيلاقي، وبتستخدم من الريش وبيستخدم من عظام الفراخ وبيستخدم من جلد الفراخ، يعني الحاجات اللي بنخرج منها أو الحاجات اللي بنرميها في الزبالة أو الحاجات اللي إحنا أساساً مش أساسية هي دي اللي بتعمل. طب أنا علشان الكلام ده يبقى بلاتابول بيعملوه إزاي؟ بيضيفوا المادة دي عشان تغير الطعم. هل الكلام ده ليه بديل؟ الكلام موجودة مليان فيها بديل والحمد لله، وبيستخدم بسهولة، ودي أدي أصل الفيلم أهو، واخدين بالكم أصل الفيلم أهو موجود، وزي ما أنتوا شايفين إذا كان الحاجات اللي إحنا بنستخدمها واخدين بس حاجات، شايفين
الحاجات اللي كان كنا قرفانين منها وحتى نقرف نرميها في الزبالة ونلبس جوانتي عشان نرميها في الزبالة، شايفين الحاجات دي الله الله كلها حاجات جميلة، هي كلها بتتحط والوصفة موجودة كاملة. واخدت بس سيرتكم وبعدين بتتغلي، حط عليها المرقة بتاعت الفراخ اللي موجودة، وبعدين بغليها، وبعدين بشيل الحاجات الرنف مثلا والدورة اللي موجودة، وبعدين بتضرب في الخلاط، وبعدين بتتفرد وبتتعبى في حاجات شكلها ظريف وتتحط في الثلاجة عند الاستخدام وتبقى حاجة جميلة. والستات المصريات بيتنافسوا فيه. وفي وصفة تانية أسهل، الوصفة التانية الأسهل دي بيعتمد على إيه؟ بيجيب فرخة عادية وبنعمل منها الشوربة بتاعتها، ونضيف عليها بقى تتفنن اللي احنا عايزينه، نحطها في مكعبات تلج وبتتعاد تستخدم عند الحاجة. يبقى أنا بنلخص الكلام في الآخر، إن المكعبات دي مش مرق الدجاج عشان تبقى للأمانة، المادة اللي بتغير النكهة دي مادة خطر جدا وبتسبب حاجات كتير، والبدائل موجودة ومتاحة. وإحنا هدفنا ليكوا دايما إن كنتوا، إحنا مش عايزين نحذركوا بس، لا إحنا عايزين تاكلوا أكلة شهية بس في نفس الوقت تكون صحية. وأنا طبعا بشكر اللي ساعدني في إعداد هذا الفيلم، وبقول لكم حاجة مهمة جدا، إن أنا يعني عايز الحوار يبقى ديالوج، ما يبقاش أنا بس، يعني أنتوا تردوا علينا وتشاركونا بالأفلام والبدايل، إزاي أنتوا كجيل جديد هتاكلوا أكل صحي وفي نفس الوقت يبقى طعمه كويس. فأنا في انتظار إسهامك، والسلام عليكم ورحمة الله. واللي نام في الغابة راح يتاكل هم، غابك لبها ديابة ديابة نزلي.